النقد الدولي آلية حقوق السحب الخاصة، والتي بمقتضاها سيوزع نحو 650 مليار دولار على أعضائه، وهو أكبر توزيع في تاريخه من الاحتياطات النقدية وفق ما أعلنته المديرة العامة للصندوق كريستالينا جيورجيفا. فما هي حقوق السحب الخاصة والفرق بينها وبين القروض التقليدية للصندوق؟ هو أصل احتياطي، وهو أداة ووسيلة هدفها الأساسي ضخ وتمويل النظام الاقتصادي العالمي. هو أداة ووسيلة أنشأها صندوق النقد الدولي كما قلت أنت عام 1969. الهدف الأساسي اعتبارها مكملات للاحتياط الرسمي للبلدان الأعضاء. حقوق السحب هذه ليست عملة ولا مطالب على صندوق النقد الدولي، بمعنى ماهيش قروض، بل هي احتياط، أصل احتياطي دولي ينجم يتحول إلى عملة احتياطية يتم استعمالها من قبل البلدان الأعضاء اللي طلبت واللي محتاجة للسيولة هذه. تم الالتجاء منذ تاريخ إقرار هذه الوسيلة إلى أربع مرات، عام 1970، عام 1979، عام 2009 وعام 2021، وكما لاحظتوا كلها سنوات عاش فيها العالم أزمات اقتصادية ومالية ونقدية كبيرة. وستكون حقوق السحب الخاصة بتونس في حدود 700